في استغلال توقيع محمود عبد المنعم كهربا على نسختين من العقد، الامر اللي احنا فجرناه امبارح هنا. اخونا المتميز الاستاذ علاء حمام لما انفرد وقال ان محمود كهربا لم يوقع الاربع نسخ في التجديد، وانما وقع على نسختين اتنين فقط. النهارده نادي الزمالك وثق العقد في اتحاد الكوره. طب كويس ان احنا لما بنلفت الانظار بنحافظ على مقدرات نادي الزمالك وعلى نجومه، وده امر يدل على اننا لا نخشى الا الحق، لا نريد الا الحق والعدل. فبالتالي نادي الزمالك النهارده يقولوا بقى ضغط على مجدي عبد الغني عشان يوافق، يقولوا ان ده لجأوا الى بند في الفيفا. طب ما ده شيء كويس انك تحافظ على لعيبتك، اللي كويس تخدع اللاعب، اللي مش كويس انك تخدع اللاعب، كويس تغدر باللاعب وتسمع مرة على نسخين ولسه ما اتفقناش في الامور الماليه، وتم وضع 3 مليون جنيه في النسخ دي. لكن هو من خلال مكالمتي مع اسرته، جاهزه المداخله معانا يا شباب، مع اسرته مع والده تحديدا الحاج عبد المنعم، قال ان هذا العقد تم تحريره في 2016 في 2016 في 2016 لكن تم تسجيله اليوم وفقا لبند في لوائح الفيفا، وهو بند الفيفا هو حق النادي في توثيق عقد اي لاعب ضمن صفوف حتى اذا كان يملك نسخه واحده فقط، نسخه واحده، والنادي الابيض يملك نسختين من عقد اللاعب. فبالتالي نادي الزمالك النهارده وثق عقد محمود عبد المنعم كهربا النسختين اللي هو مضاه، فبالتالي اللي هو معانا، لا معانا العقد اهوت 14 شارع كذا مش عارف ايه، الامور الماليه هي اللي انا عرفته انها 3 مليون جنيه طبعا بتوقيع نائب رئيس الزمالك الطرف الثاني، لان رئيس نادي الزمالك لا يوقع على اي عقود، وان هو متوقع بتاريخ 28/8/2017. والده قال لي ان ده من 2016 وان دي خدعه، وان ده ما كانش في اتفاق على الامور الماليه، وانه تم تسديد الامور الماليه. في الاخر نادي الزمالك استغل بند في الفيفا ووثق عقد محمود عبد المنعم كهربا. هذا الامر صحيح قانونيا لكنه غير صحيح اخلاقيا، واللاعب ووالده واسرته ووكيله في ثوره غضب شديده جدا جدا جدا. طيب النهارده يلا كره قالت ان موقف مجدي عبد الغني قال ان موقف الزمالك سليم وشكوى كهربا رفضت ووثقنا عقده مثل عبد الله السعيد. معانا واحد من خبير اللوائح المشهود له بالحياديه والامانه، هو الاستاذ محمد بيومي، يقول لنا صحه موقف نادي الزمالك وتوثيق عقد محمود عبد المنعم كهربا. يا محمد بيه اهلا بحضرتك. اهلا استاذ ابو عبد الله، ازي حضرتك عامل ايه؟ خير الحمد لله. نريد منك القول الفصل، هل يحق لنادي الزمالك توثيق عقد اللاعب وهو بيمتلك نسختين فقط؟ تمام. في تعاقد نادي الزمالك مع كهربا، نادي الزمالك عنده خطأين اثنين. الخطأ الأول انه يمتلك نسختين اثنين من العقد والمفروض أربعة. الخطأ الثاني انه لم يقم بتوثيق العقد في الاتحاد في المدة المحددة وهي شهر. تمام؟ شهر بعد التوقيع يا محمد بيه؟ شهر من تاريخ التوقيع. أيوه. دولت خطأين ارتكبهم نادي الزمالك. نعيدهم تاني بعد إذنك. أول خطأ، ناخد استجابات يا شباب لو سمحت. أول خطأ، عدم التوثيق خلال شهر من التوقيع. تمام. والخطأ الثاني إنه بيمتلك نسختين. إنه يمتلك نسختين فقط من التوقيع. نسختين من العقد، المفروض أربع نسخ. تمام؟ أيوه. يعني المفروض يوثق النادي العقد في الاتحاد بيقدم أربع نسخ. الاتحاد بياخد نسخه والنادي بياخد نسخه، يعني هذا التوثيق باطل. نسخه، لا ما انا هكمل لك اهو. اتفضل. تمام، انا بوضح لك ايه الخطا اللي عند الناس. لكن هل الخطأين دول يبطلوا العقد؟ لا، لا يبطلوا التوثيق. الخطأين دول لا ما هو عم يعني حضرتك بتقول لي دلوقتي يعني حاجه غريبه جدا يا محمد، بتقول لي ان لازم التوثيق خلال شهر من التوقيع. طب انتهى هذا الشهر، يعني العقد بتاريخ 28/8/2017. تمام. لو مر شهر ووثق يبقى سليم ولا باطل؟ لا، العقد سليم، لكن خطأ على نادي الزمالك. الخطأ ده
مش نتيجته بطلان العقد. الخطأ ده توقع عقوبة مالية على نادي الزمالك نتيجة التأخر في توثيق العقد. أيوة. لا يبطل العقد. طيب. لا مش بقول لا يبطل العقد. هل يبطل التوثيق؟ التوثيق لما نقول التوثيق باطل يبقى العقد باطل. لا. التوثيق شيء والعقد شيء. العقد هو معاه العقد دلوقتي وارد انه يقعد مع اللاعب ويستكمل النسختين الاخرتين ويسدد الامور الماليه. يا بيه التوثيق مرتبط بسريان العقد ونفاذه. تمام؟ فالنهارده انا قلت التوثيق باطل او اتحاد الكوره رفض توثيق العقد خلاص العقد يعني نقدر نقول يا محمد بيه ان العقد توقع في 28/8/2017 كان يجب التوثيق خلال شهر ولكن توثيق اليوم سليم. صح؟ التوثيق سليم. طيب. لكن في خطأ ارتكبه نادي الزمالك. ده خطأ بقى بغرامة مالية بقى امر بسيط. ايوه. ايوه لازم نقول ده وده. أيوة. الفيفا بيعمل ايه؟ الفيفا في الحالات اللي زي كده يوقع بغرامة مالية ولكن لا يبطل العقد. او خلينا اقول لك ايه الحاجات اللي تبطل العقد. البنود بندين اللي هما يبطلوا العقد. القيمة والمدة. يعني لم تكن القيم المالية محددة العقد وبصورة واضحة وجلية عن كل السنوات. تم تسديدها. يعني اللاعب بيقول انه مانش ماضي على الفلوس. لكن تم تسديدها في النسخة اللي تسجل اللي توثقت. يا استاذ ابو المعطي احنا بنسمع كتير قوي يقول لك وقع على بياض. ما هذا الهطل والخرف؟ مين وقع على بياض وليه؟ وعشان ايه؟ خلاص كهربا وقع على هذا العقد ولا ما وقعش عليه؟ وقع. خلاص اذا اصبح مسؤول عن توقيعه. خلاص ما فيش حاجه اسمها ما وقعش على قيم ماليه. القانون لا يحمل حلوين. خلاص هو وقع. طيب انا قلت لك اللي يبطل العقد القيمه والمده. لكن في الاجراءات ممكن يبطل هذا العقد في حالات كتير قوي. عاوز اقول لك على حاجه هنا يا محمد بيه بعد اذنك. هتلاقي الورقه الثانيه كده يا استاذ حسين. في الورقه الثانيه من العقد قال لك ايه؟ رسوم التوثيق بالاتحاد 51048 بمبلغ الايصال يعني رقم 51048 بمبلغ 1,276,305 بتاريخ 7/9/2017. رسوم التوثيق في الاتحاد في 2017 مكتوب اهو في العقد. مش انا اللي بقول، على العقد قدامك على الشاشه. يا ريت تظهر لنا الجزء اللي تحت يا استاذ حسين بعد اذنك. بص انا مش عارف هم بيديروا اوضاع وانتقالات اللاعبين في اتحاد كوره ازاي. يعني هل هنا اللي انا عاوز افهمه هل يقدر يوقع يسجل النهارده بتاريخ سابق ولا هو هنا دفع الرسوم في هذا الوقت؟ لا يمكن يقصد تاريخ دفع الرسوم. دي تاريخ دفع الرسوم لكن العقد ما توثقش ولا كان اتوثق؟ لا المفروض تاريخ دفع الرسوم هو وثقه امتى؟ من يوم ولا اثنين ولا شهر ولا شهرين مثلا؟ لان المشكله دي بقى لها ثلاث اربع شهور مش كده؟ يا باشا العقد ركز معايا يا استاذ محمد. لا. العقد تاريخه 28/8/2017. تمام. في الورقه الثانيه انت في الورقه الثانيه تاريخ سداد الرسوم 7/9/2017. يعني زي ما حضرتك بتقول 28/8/7/9 ده اللي موجود في الورقه الثانيه. خلي المستند معانا يا استاذ حسين بعد اذن. ايوه الله يفتح عليك. شايف حضرتك التاريخ قدامك على الشاشه. يبقى اذا يعني هنا وثق في 7/9/2017. اذا الاتحاد قايل الكلام ده. الخطاب قدام حضرتك مش انا اللي بقول. انا ما بتفرجش على التلفزيون. طب ما بتفرجش على التلفزيون. كويس. فاذا اتحاد الكوره قال كده يبقى اتحاد الكوره صادق المفروض. شكرك جدا يا محمد بيه. محمد بيه بيومي خبير اللوائح اكد على صحه توثيق عقد محمود عبد المنعم كهربا وسط غضب شديد من اللاعب واسرته.